أنا كنت مبسوطة بهداك البيت الصغير، وخصوصاً بغرفتنا الصغيرة أنا وإنت، وطول ما معك رح ضل مبسوطة دايماً. هي رح تضل قاعدة بالبيت. الزلمة يلي عم تستني استقر هو ومرته ببيت جديد. أساساً مين ساجو بالنسبة إله؟ هو رح ينساكي أصلاً. أنا بكل حياتي ما وعدتك بشي ساجو، أنا ما عطيتك أمل. خلص اختاروا موعد مناسب. أنت لازم تهربي على مكان ما حدا بيعرفك فيه يا روحي. وين بدي روح أمي؟ أنا بعرف من واجب الأم إن تعلم أولادها الفرق بين الصح والغلط. يلا يلا بسرعة روحي قبل ما يجوا. يلا بنتي يلا. Yeah.